يا عيني عمال تسال نفسك سؤال واحد بس، هو ايه اللي حصل؟ الشوط الاول كنا بنقدم حاجه كده من ريحه برشلونه 2009، والشوط الثاني المجاري ضربت في وشنا وطلعت لنا برشلونه ما بعد 2017 اللي هو بسم الله ما شاء الله كل النسخ اللي من هنا في 60 نيله طلعت في الشوط الثاني. برشلونه الشوط الثاني يطلع خسران 4-5، برشلونه الشوط الاول مقدم نص ساعه جميله، ونيكو جافي وفرانكي وبوسكيتس وصل الاصدار الجديد بتاع الديفندرات بتشوط عادي جدا، ده بتسجل كمان عم بوسكيتس. لا 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 في عظمه بتحصل. انسو فاتي بيجيب لك هدف في اول 5 دقايق، والله هذا جوهرتنا، خلص لنا الماتش بتاع دينامو كييف، والنهارده بيبدا اول 5 دقايق بيسجل. عاش يا انسو والله عاش. بوسكيتس بيشوط بيسجل، بعد كده منفذ دبي بيجيب بدماغه. لا 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 يا جماعه احنا عايزين بايرن ميونخ دلوقتي حالا فورا، عايزين بايرن ميونخ، عايزين دوري ابطال يجي لنا كده في شوال، وجايين لك يا اوروبا كلها وفاتحين صدرنا. الشوط الثاني بقى يا معلم اكتشفنا حاجه حصلت كده يعني مفاجاه غريبه جدا، إيريك جارسيا اتصاب، وإيريك جارسيا اشتكى من اصابه عضليه، مفيش اي مشكله خالص يعني كده كده كانت ماشيه بالزق. الشوط الاول إيريك جارسيا وكليمون لانجلي وطلعت كلين شيت ازاي؟ محدش عارف، بس زي ما قلت لك احنا الشوط الاول كان عندنا ريحه برشلونه 2009 في الشق الهجومي، ما ركزناش بقى على الشق الدفاعي، لما وصلنا الشوط الثاني اكتشفنا بعد اصابه إيريك جارسيا اللي هو اصابات عضليه كتير في الفريق. ده انت واضح ان الحمل البدني عالي مره واحده، ده واضح ان الفرقه ما كانتش شغاله بدني خالص قبل كده. طب ده معناه ايه؟ ان الفرقه بدنيا هتنهار تماما، ده انهاروا من اول الشوط الثاني. ما هو ده اللي حصل، ده السبرايز اللي كان متحضر لنا الشوط الثاني. احنا عملنا شوط كويس، الشوط الثاني بسم الله ما شاء الله خلاص بقى الفرقه كلها بدنيا ضربت، بقى الفرقه كلها بدنيا ما شافتش قدامها حضرتك، يعني حتى نيكو وجافي العيال الصغيره، نيكو لقيناه بيشتكي من الاصابه العضليه اللي هو الله، ده ايه الجمال ده يا جماعه؟ يعني مفترض ان العيال الصغيره هي اللي بتتحمل الشغل البدني وبتتحمل ضغط الماتشات، ده انتوا لعبتوا ماتشين في اسبوع عمالين تتصابوا. فين بقى جوهرتنا؟ لا ما هو جوهرتنا للاسف اشتكى برضه، قال لك عندي مشكله في رجلي. يا ابني يا حبيبي انت كل مره ما تلعب وتجيب جوان بعد كده الماتش اللي بعديه تتصاب، يا ابني حرام عليك يا ابني، يا ابني كده مش اسلوب جواهر خالص يا حبيبي. نسكت بقى على كده ونلم امها ونعرف ندافع. كلمه الانجليزي يقول لك انا هنا، الشوط الاول ده عدى كده طفره، انا ما بعديش ماتشات ليا كلين شيت، بتلاقي عمل حاجات غريبه يعني وبيعمل فاولات غريبه. في كوره يا راجل يعني هو بصاها غلط ومسك داجو اسباس وحضنه وقفش فيه وكلبش فيه، اللي هو انت بتنامي ليه يا بابا؟ انت بتنامي ليه يا حبيبي؟ بس نسكت على كده نقول لا اروخو نزل بقى هيسد. المصيبه ان اروخو مش نازل جاهز 100%. يعني انا كنت معجب بشغل الراجل اللي هو سيرجي، الراجل جه بدات اشوف ان الديفندرات بدات تشوط، يعني حتى فرانك ديونج في اخر الماتشات واحده جت في العرض اللي هو ما كنتش انا بشوف الابديت بتاع ان بوسكيتس او فرانكي بيشوطوا، دي شفتها مع الراجل. ما كنتش بشوف مثلا ان الراجل بينزل عبد الصمد الزلزولي اللاعب المغربي الشاب، ما كانش بينزل قبل كده مع سيد كومان، بقى موجود وبيدي البالدي مكان انسو فاتي ناحيه الشمال وبينزل شباب كتير عادي، الراجل ما عندوش اي مشكله، الراجل مفترض ان هو خلال الاسبوعين دول اشتغل وشغله بدا يظهر، بس للاسف الشديد بندفع ثمن الحقبه الماضيه وهي ان الفرقه مش جاهزه انها تاخد احمال عاليه، الاحمال العاليه اللي خدتها دي لعبت ماتشين وبعد كده ضربت سعادتك، يعني مش ماتشين حتى ده 3 اشواط، الشوط الرابع بقى الفرقه وقعت خالص. 3 اجوان وضربه جزاء وجون هاند بول، يا بسم الله ما شاء الله يا جماعه، يا جماعه انتوا مش كنتوا عاملين شوط اول كويس؟ لا ما هو الشوط ده كان كويس واحنا عارفين على رجلينا ان هو الشوط الثاني خلاص احنا وقعنا. اللي حصل الشوط الثاني ده لا يمكن وصفه الا ان الفرقه انهارت بدنيا تماما لدرجه ان الفرقه مش قادره تقف على رجليها. شوف برغم انه غير 5 تغييرات بس مع ذلك الفرقه خلاص هم وقفوا وخلاص جابوا جاهز، يعني مش قادرين خلاص، الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لهم ان انت تكمل 5 دقايق وقت تفضل ضايع. عشان خاطر ايه يا معلم؟ دياجو اسباس يجي عامل معانا السيناريو ما بيحصلش غير معانا احنا والزمالك وارسنال، اللي هو تبقى كسبان 3-0 ربنا يكرمك وادخل فيك جونين، الماتش بقى يخلص على كده ونتلم بقى. لا لا لازم يتعادل، لازم يتعادلوا ويسجلوا الهدف الثالث في الدقيقه 94 ونص، اللي هو يعني هو النادي ده يعني اتبنى بعد الفتره اللي جه فيها لابورتا على اموال يتامى ولا ايه اللي حصل؟ احنا عايزين نفهم. طيب ما هو سوء الحظ الغريب ده ما ينفعش، يعني لعبنا شوط كويس، الشوط الثاني دخل فينا جونين، نلم بقى الماتش ويخلص على خير؟ لا ما يتلمش. طب حتى الكره بتاع فرانك دونج اللي شاطها تيجي جون؟ لا ما يتلمش. ليه بقى؟ لازم تحفل علينا، احنا لازم يتحفل علينا، احنا في حقبه التحفيل، لازم حتى لما نعمل حاجه كويسه نيجي بنصها ونعطي. بس هنعمل ايه؟ هذا هو قدرنا، عشان خاطر احنا ماشيين ورا فيسكا بارسا، بس هنفضل برضه ماشيين، احنا قاعدين لهم يا باشا لحد ما نقفل النادي ده.
اه على الله تشوف الرساله بتاعتي تكون وصلت لك الفيديو اللي فات لما قلت لك بلاش. افتكر انه قلت لك بلاش، جيت بقى كنا بنرحب بيك بس الترحيب جه ناقص سيكا. ده مش ناقص سيكا، ده ناقص سيكات كتير. يلا على الله. اه انا عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فاعتبر ان انت بتتفرج على سيناريو كارثي الشوط الثاني زي اللي اتفرجنا عليه ده. عزيزي حسبي الله ونعم الوكيل، فكومان ولابورتو وبارتيمو كل اللي جاب البارتيتا الوسخه دي. يلا اعمل سبسكرايب، معلش اعمل سبسكرايب، مش بعد كل ده ما تعملش حاجه.